إياكم قال رب السلام والمجد لا تمشوا بل سوسا بجوز العصوصا من دماء الصباح جاقي أبسوط المينا إلى آمد في يوم السادس وقت الساعة السادس سلطان صليم لا يخبر ذا كلام مادا في قبل الوغوص مظهر سخطين المسيح لأن وخلصنا وصل عبد الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي وضر خطبتي التبتني اسمع من عشية وباكر وقت الظهر ندشن هذا المذبح بهذا المجنون المقدس على اسم القديسة مريم العذراء والقديس يوحنا المعمدان في مدينة أنتواب ببلجيكا بإبراهيم بيمشيل بابن المعسوة ونودي نوت مربوط الجيب نوتي بيمتكراتور إفزمار وتنجيب ابن ما اسمه
أبينا المطهر وأبينا الأزهر كما هو
And he became the new patron saint of now the Coptic community. So there is a beautiful continuity in our church, among our communities, Catholic and Coptic. Thank you.
أهلا بك يا سيدنا، أهلا شرفت بلدنا، مش بلسانا بنرحب لكن من كل قلوبنا. زيارتك لينا دي من زمان انتظرناها، افتقادك لينا ده هدية من الرب بتاعنا، وحبك لينا ده يدي ناسة وأمانة. يا خليفة ماري مرقص، الحمد لله على السلامة. قلوبنا كل من الفرح إنك هنا في وسطينا. بابا بطرس بيقول لك أهلا بفرجيكا. زيارة النعمة دي لحب الله الجال علينا. يا خليفة ماري مرقص أهلا بيك هنا في وسطينا. يا خليفة ماري مرقص أهلا بيك هنا في وسطينا. ويتمنى دي يا سيدنا قرار القديسة العذراء مريم القديس ماري يوحنا الإنجيلي في مدينة أنتويرب، بيرحب بيك ونديلك حاجتين، بوكي ورد وترنيمتين من نتاج وعمل وثمار قرار القديس. Thank you.
اولا اهلا وسهلا بكم. انا اول مره اجي بلجيكا، وطبعا ابتديت بفرنسا لان فرنسا فيها ابرشيات، فيها ثلاث اباء اسافه ومطرنا. وبعدين في وسط الزياره جيت هنا بلجيكا ثلاث ايام، جيت يوم الثلاث والاربع والخميس النهارده، وكانت فرصه. خليت اول يوم هو للمقابلات، كان في عدد من المقابلات الرسميه كتير، والحقيقه كانت كلها مقابلات طيبه، وكان حاضر فيها السيد السفير خالد البقلي. واليومين التانيين خليت كل يوم لكنيسه. بلجيكا لنا فيها كنيستين، فكنيسه في لوفن رحتها ودشنتها، وكان ويانا طبعا الاباء الاسقفه، وبرده كان يوم جميل، قضينا وياهم يوم جميل خالص. والنهارده الكنيسه في انتي روبن، اسمها انتي ايه؟ انتي فيربن، وبرده كنيسه جميله ودشناها، وبرده حضور الاباء الاحباء ومع الشعب الجميل، ويعني فرصه حلوه لافتقاد هذه الكنائس. احنا فرحنا فرحه كبيره اولا بزياره سيدنا، يعني اول زياره بابويه لارض بلجيكا في تاريخ الكنيسة هنا في بلجيكا، وكان يوم جميل مفرح، يعني في كل الشعب فرح، وكانت الكنيسة كلها يعني متزينة عروسة جميلة للمسيح النهاردة، ومزينينها لسيدنا، والبركة الكبيرة اللي بناخدها منه النهاردة. وحضر معنا أباء الأساقفة سيدنا أنبا أرساني، وأباء من المجمع من مصر، وأباء هولندا كلهم، ويعني ومجموعة من المسؤولين هنا في الكنيسة في بلجيكا. كان يوم مفرح وجميل، وسيدنا دشل لنا مذبح كبير بتاع الكنيسة باسم العذراء وماري يوحنا، ودشل لنا كمان مذبح باسم الأنبا موسى الأسود، ودشل لنا معموديتين، واحدة للأطفال وواحدة للكبار. وكان فرح، وحصل كمان معمودية عمل لنا ثلاث أطفال، فكان فرح كبير كبير كبير، يعني في قلوب الناس كانت مليانة فرح، وسيدنا فرح خالص، وإحنا كلنا اتبسطنا. ويا رب تتكرر الزيارة الجميلة دي، لأنها فرحة وتاريخ للكنيسة وعيد للكنيسة وميلاد جديد لنا هنا كلنا في بلجيكا. فنشكر ربنا من كل قلوبنا على زيارة جميلة دي، وعلى وجودكم كمان معانا سي تي في، وعلى وجود كل الأباء الأساقفة والأباء الكهنة والشعب الجميل اللي بيحب كنيسته واللي تعبوا فعلا في وقت قليل، هو مدته سنتين، علشان يعملوا المجهود الكميل ده بكل محبة ويخدموا يعني بيت ربنا. أنا فرحان 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 بالزيارة وبالبركة اللي خدناها وبشعب الكنيسة الجميل، وفرحان بيكم، وربنا دايما يبارك الخدمة ويبارك الشعب في كل مكان يا رب. طبعا اليوم كان جميل جدا، وسيدنا باركنا بحضوره ودشن الكنيسة. طبعا وجود سيدنا بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا. أنا كان نفسي أن أنا أشوفه في مصر بس ما جاتش الفرصة، لكن طبعا جات لي الفرصة أن أشوفه هنا في بلجيكا. طبعا ده بيكلل تعب أبونا موسى والخدمة كلها في أنها جهز الكنيسة لاستقبال سيدنا. كمان الأيقونات دي لسه جاهزة من حوالي 6 شهور، ففرصة حلوة أن سيدنا يجي بسرعة جدا ويعمل تدشين للكنيسة. طبعا بركة عظيمة لينا وللخدمة ولكل الناس. مرسي خالص. النهاردة تدشين الكنيسة كان حاجة زي ما يكون يوم عيد أكتر من عيد، مش عارفة أقولك إيه، الفرحة والبهجة والناس واللمة والحبايب وسيدنا. سيدنا وجوده النهاردة معانا كان حاجة تفرح، بتحسسنا بالأمان وبتحسسنا بالحب وبتحسسنا الارتباط بمصر وبتحسسنا بالارتباط بالأبوة. كانت حاجة جميلة خالص خالص خالص. إحنا فرحنا النهاردة قوي، وكان بعد التدشين شفنا الاحتفالات اللي عملوها، كانت حاجة جميلة 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 فعلا. احنا النهاردة فرحانين، انا فرحانة قوي قوي، حاسة ان انا يعني طايرة.